السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات الشيف حليمة. كنتمنى تكونوا في ألف خير وصحة وسلام يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم واحد سلطة البطاطس، صراحة كتجينا لذيذة ونفس الوقت المكونات ديالها بسيطة وسهلة في التحضير. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا المقادير والطريقة ديال هاد الوصفة. بالنسبه للمقادير ديال هاد الشلاضه، الصراحه كتجينا لذيذه وسهله في التحضير ديالها، والمقادير ديالها متوفره في كل بيت. عندي هنايا البطاطس، 500 غرام من البطاطس سلقتها بحال ما هكذا في الماء مع القليل من الملح. عندي هنا 50 غرام من التونه، زولت ليها هذا الزيت ديالها. عندي هنا 150 غرام من هذا الذره المعلب. عندي هنا جوج معالق كبار من الزيتون الاخضر، او تعملوا الزيتون الاكحل، الصراحه كيجي هذاك ما متوفرش عندي وعملت هذا الزيتون الاكحل، كيجي لذيذ في هذه الوصفه. عندي هنايا بصله صغيره مقطعه بحال ما هكذا، هذا طويله. بالنسبه للتزيين، عندي بيضه هنا للتزيين، طماطم، وعندي بيضه واحده غادي نعملها مع هذا الخليط. بالنسبه لهاد التتبيله، عندي هنايا ضفت جوج معلقات كبار من عصير الحامض او الليمون، ضفت 4 معالق كبار من زيت الزيتون، ضفت القليل من الابزار، الملح كيبقى على حسب الذوق، وضفت معلقه كبيره من البقدونس. صافي، ودمجت هاد العناصر جيدا. نمر الطريقه ديال التحضير. غادي نضيف الذره، نضيف التونة، زيتون أخضر، بصل، غادي نضيف البيض. كيف كتشوفوا ضفت العناصر كاملة. غادي نضيف هاد الصلصة اللي عملت، غندمج هاد العناصر جيدا. من بعد كنضيف بحال ما هكذا الطبق للتقديم، كنضيف فيه هذا الشلاضه ديال البطاطس. صافي، وكنزينها كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. كيبقى لكم التزيين على هذا، كل واحد تبقى اختيار التزيين. صافي، وغادي نضيف البيض بحال ما هكذا. هذا الشكل هذا هو الشكل النهائي ديال هاد السلطه. الصراحه كتجينا سهله في التحضير ديالها، والمكونات ديالها بسيطه، وكتقدم بحال ما هكذا بارده، كتجي لذيذه بزاف. وكنرافقوها مع جميع الاطباق، كالدجاج المشوي او اللحم او السمك في هاد فصل الصيف، كتجينا منعشه بزاف ولذيذه لذيذه. وكيف ما كتشوفوا المكونات ديالها بسيطه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم فائده على الجميع. وكنتمنى تشاركوا في القناه باش يلحقكم كل ما هو جديد من الوصفات، ودائما هذا ضغطوا على الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصفات، وتخليوا لي التعليق ديالكم. ولا عجبتكم طبعا الوصفه خليوا لي واحد لايك. وبالصحة والراحة، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.